تدخل 4 محطات أحادية الكتلة لتحلية مياه البحر حيز الخدمة بين شهر جويلية وأوت بطاقة إنتاجية تقدر ب 37,500 متر مكعب يوميا. وحسب بيان الوزارة الموارد المائية فإن هذه المرحلة تهدف إلى تعزيز الخدمة العمومية للماء في الجزائر العاصمة وضواحيها. كما أشارت الوزارة إلى أن كميات المياه المتاحة في السدود لا تسمح حاليا سوى بتحقيق إنتاج يومي يتراوح بين 750,000 و850 متر مكعب يوميا، مما يؤدي إلى مراجعة نظام التوزيع في برنامج مسطر وفق أوقات منتظمة. باقي تفاصيل بيان الوزارة نتابعه في الورقة التالية.